أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت الناس للقيام بثورة 11 من فبراير هي الفساد المستشري في أجهزة الدولة والتعيينات القائمة على المحسوبية والقرابة في أجهزة الدولة ومؤسساتها. بعد ثورة بأعوام قليلة جاء الانقلاب الذي عمل على تعيين أفراد سلالة واحدة في كل مفاصل الدولة، وهذا ما جعل الناس يرفضون ذلك ويؤيدون الحكومة الشرعية. لكن المجتمع تفاجأ بأن هذه الحكومة التي قام بتأييدها تسلك نفس نهج الحكومة المخلوع والحكومة السابقة وحكومة الانقلاب في التعيينات. عن موضوع محسوبية التعيينات في أجهزة الدولة ستكون حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة. لكن قبل أن نبدأ بالنقاش واستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم في هذا الموضوع، نشاهد التقرير التالي حول موضوع هذه الحلقة والذي عده الزميل أحمد الزرقة. مئات القرارات الجمهورية لشغر وظائف قيادية عليا في جهاز الدولة المشلول منذ الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في سبتمبر عام 2014. قرارات بتعيين في مناصب قيادية بشكل مخالف للدستور وقانون الخدمة المدنية. أقارب من الدرجة الأولى يشغلون مناصب قيادية عليا، فالأب وزير والزوجة وكيلة للوزارة والأبناء وكلاء لوزارات أخرى وآخرون مدراء لمكاتب آبائهم، وجميع تلك القرارات ممهورة بختم الرئاسة وتم تمريرها عبر مكتب رئاسة الجمهورية وفي أحيان كثيرة دون الحصول على فتوى من وزارة الشؤون القانونية. احتلت وزارة الخارجية قائمة الوزارات التي تم التوظيف فيها للملحقين والسفراء ومدراء الإدارات بشكل مخالف للقانون، واستحوذت أحزاب سياسية بعينها على عدد من المناصب القيادية في الوزارات في إطار المحاصصة الحزبية. لم يقتصر الموضوع على السلك الدبلوماسي بل تعداه إلى السلك العسكري، حيث تم تقييد آلاف الأسماء الوهمية وصرفت رتب عسكرية عليا لمجندين جدد وآخرين لم يعرفوا يوما الجبهات ولم يلتحقوا بالكليات العسكرية. حتى في السلطة المحلية كانت هناك قرارات لمتنفذين عينوا أقاربهم مدراء لعدد من الوزارات والمصالح الإيرادية بعيدا عن سلطة وزارة الإدارة المحلية أو الشؤون القانونية. مشكلة التعيينات العائلية كشفت عن مدى الفساد المسيطر على أداء النخب السياسية باختلاف أطيافها وتزاحمها على تحقيق مصالحها الفردية بعيدا عن مصلحة البلاد التي تمر بأخطر مرحلة في تاريخها. إذا تابعنا هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، فساد التعيينات والمحسوبية الحاصل الآن في صفوف الحكومة الشرعية. بانتظار مشاركاتكم والتفاعل معنا في هذا الموضوع، سواء من خلال الاتصال المباشر على أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة أو أيضا من خلال التعليق المباشر لصفحة القناة وصفحة البرنامج على الفيسبوك. لدينا اتصال الأخ معاذ. أهلا بك معاذ. أهلا وسهلا. بداية أخ معاذ، تعليقك في البداية على حالات المحسوبية في التعيينات في أجهزة الدولة والتي تفشت كثيرا مؤخرا وتم التركيز عليها من قبل الكثيرين. أولا يسعد مساكم في قناة بلقيس وجميع السادة المشاهدين. بالنسبة للموضوع المحسوبية والفئوية، هي المعضلة الأساسية التي تنهش عظم اليمن لسنوات طويلة. أتت ثورات وأتت انتفاضات وحراكات شعبية، إلا أن لأن الفئوية لا زالت تدور وتبلور نفسها من جديد، تتوسع تتغير أشكالها لكنها لا تزال بنفس المضمون. بالنسبة لجائحة التعيينات التي سمعنا بها في وتابعناها من خلال السوشيال ميديا والناشطين الذي نشروها على صفحاتهم، يعني تعتبر شيء مخجل في حق هؤلاء المسؤولين، خاصة والبلد تمر في ظروف حرب شعواء وتأكل الأخضر واليابس، الناس في البلد تموت مرض، جوع، فقر، تعيش بلا رواتب، وأسر معينة تحوز على الرواتب وتحوز على الدولارات وعلى المناصب الشاغرة في الحكومة. طيب معاذ، في ظل هذا الوضع وهذه الحالة التي تمر بها البلد الآن، وربما هي ليست المرة الأولى التي يتم
تناول هذا الموضوع من قبل النشطاء في وسائل التواصل ومن قبل المواطنين؟ هي ربما كانت هناك حوادث سابقة خلال هذا العام، باعتقادك من أين يأتوا بكل هذه الجرأة وإذا جاز التعبير الوقاحة مسؤولي الشرعية ليستمروا في هذه التصرفات؟ طبعا لهذه الجرأة في التعيينات وهذا اللاخجل واللا مسؤولية هي النتيجة قضية نتيجة التحاصص التي يعني اتفقت عليها الأحزاب بعد في المبادرة الخليجية. يعني بدأت الأحزاب تعين ناشطيها وتعين يعني تعين أعضائها وتعين بدون أي معايير، بدون أي رجوع لإعلانات على الصحف، بدون أي اعتبار للشعب وللمعايير العامة ولأهداف ثورة 11 فبراير. طيب يا معاذ سهل، يا معاذ سهل لو كانوا يعينوا ناشطين لأن يعينوا نسوانهم أولادهم. لا لا يعني. أنا ناشطين، أنا أتكلم عن تعيينات الأقارب والمحسوبين وأعضاء الأحزاب في مؤسسات الدولة. مثلا تعال يعني شوف مثلا يعني لدينا وزارة الخارجية، مثال لدينا مثلا الجيش، لو ننظر إلى الجيش مثلا في مأرب، الجيش مثلا في ميدي، الجيش مثلا في الجنوب، الجيش في يعني كل مؤسسة الجيش مؤسسة هامة يجب أن نركز عليها بشكل أساسي. أي يتم بناء الجيش بطريقة يعني قهوية مناطقية يعني تتبع إلى أشخاص معينين ولاءات ومحسوبية، هذه كارثة يعني لنا للمستقبل. السلك الإداري مثلا في المناطق المحررة، كل من يمسك دولة أو من يحوز السلاح ويفرض سيطرته على دولة على محافظة محررة يبدأ يفرض قوانينه ويدخل أعضاءه ويسيطر على السلك الإداري والسلك الأمني والسلك المؤسسي. يعني مثلا تعيين المدني الأخير في مأرب، تعيينات مثلا في وزارة الخارجية في الملحقيات الثقافية، يعني كل يعني وكأن البلد عبارة عن يعني ميتة وهم يتناهشوها يأكلوها من كل الجوانب. هذه المسألة يعني موضوع خطير، مطروحين يعني النشطاء وشباب 11 فبراير مطروحين أمام قضية مفصلية هامة يجب أن يتناولوها بكل شفافية بدون أي تحيز، تشمل فيها كل الجوانب، يتم التركيز فيها على الجيش، على المؤسسات الأمنية، على السلك الإداري للدولة، على السلك الدبلوماسي، على كل الجوانب، وتقام حملات. طيب بس يعني المشكلة أنت الآن تقول أن شباب 11 فبراير هم الآن في واجهة التصدي لهذه الممارسات الغلط، لكن هناك أطراف محسوبة على ثورة 11 فبراير وعلى الشباب وهي أيضا تمارس نفس هذا السلوك. نحن ندعوهم إلى التجرد من كل هذه الكنتونات، من كل هذه التخندقات، والوقوف على قاعدة 11 فبراير، على أهداف 11 فبراير، على المعايير، على الكفاءات، على إنه الأمور، إنه الوظائف العامة يجب أن تعلن على الصحف، يجب أن يكون هناك شفافية في عملية البناء للمؤسسات، شفافية في كل مرافق الدولة. وإلا ما الفائدة من 11 فبراير يعني إذا كانت ستعيد لنا نفس النظام القديم وتعيد لنا نفس الآلية وتعيد لنا نفس الأشخاص وتعيد لنا أسر أخرى بدل الأسر التي اقتلعناها؟ نحن أمام محك خطير، اختبار حقيقي لثوار 11 فبراير، يجب أن يقفوا بشكل جاد وأن يتصدوا إليها بكل مرافق الدولة، ابتداء من الجيش الأهم أو السلك الإداري، السلك الدبلوماسي، المؤسسات الأمنية. كل هذه الأمور يجب أن تتم بشفافية وبرقابة. أشكرك جزيلا معاذ من باكستان، شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال آخر، الأخ أحمد شوقي من تعز، أهلا بك أخ أحمد. آمين. أخ أحمد، بداية تعليقك على ما يحدث الآن من حالة محسوبية في التعيينات، كيف تنظر لها؟ وبالتالي سؤال أيضا، لماذا الاستمرار في هذه الممارسات رغم كل التركيز الآن والرقابة المجتمعية الحاصلة؟ والله أولا لا توجد سلطة في الدنيا بدون صلاحيات اتخاذ القرارات لتعيين مسؤوليها وفي مناصب قيادية كذلك. وغالبا يعني أي سلطة تتشكل من أي حزب بالذات في المناصب السيادية نحن نتحدث، غالبا ما تكون التعيينات داخل يعني من داخل كوادر الحزب ومن قياداته ومن يعني أفراده. لكن ما يحدث الآن هو أن هناك تكتلات أسرية وعائلية يعني انتخبت نفسها داخل بناء السلطة الشرعية،
وكذلك يعني مثل ما قلت تعيينات الأقارب للزوجات للأبناء يعني الأهل والمعارف والكذا. وهذه المسألة بدأت أولا من الجيش، حصل هناك تجنيد كبير جدا طبعا لكوادر حزبية، وليس هناك اعتراض على تجنيد الكوادر الحزبية، لكن تشكيل التخندقات والشلاليات والمجاميع التي لديها ارتباطات تنتمي إلى فترة ما قبل الدولة، ارتباطات عائلية، ارتباطات قبلية معينة، ارتباطات سلالية، هو هذا ما لدينا مشكلة معه. ثم انتقلت إلى الوزارات الحكومية وعدد كبير منها، طبعا هناك الآن تركيز في هذه الفترة من قبل البعض حول وزارة الخارجية. الإشكال الحاصل الآن هو أنه يعني هناك عملية يعني وراثة أو نقول يعني تكرار لما حصل في عهد علي عبد الله صالح. بالنسبة لوزارة الخارجية على وجه التحديد، في عهد علي عبد الله صالح كانت دائما وزارة الخارجية هي يعني الباسكت أو سلة المهملات التي يرمى فيها أو يوضع فيها كل مسؤول انتهت صلاحيته، كل يعني شخص لا يرد له البقاء في البلد. حتى كان وزارة الخارجية بمثابة عقاب، رغم أنها يعني لها امتيازات معينة، لكن كان في فترات زمنية معينة في عهد الغشمي والحمدي وعلي عبد الله صالح، إذا أرادوا أن يستقطبوا شخص أو ينفوه له موقع مؤثر أو كذا يتم الزج فيه بالخارجية بحيث أنه يحصل على مرتب كويس وكذا، وقد لا يكون لديه أي قدرات يعني في هذا الجانب. فهذه العملية انتقلت مع الشرعية، ولكن باعتبار الخارجية هي ميزة لبعض المقربين، للأولاد، لبعض الأشخاص. الجدير بالذكر يا أخي سامي هو أنه قرار وزارة الخارجية مصادر لصالح بعض الأسماء يعني القيادية العليا في السلطة الشرعية بدءا من الرئيس. بالنسبة للوزارات الأخرى هنا يحصل رئيس الوزراء ويحصل أيضا المسؤولين والوزراء بمن فيهم الوزراء الذين ذكرناهم في سياقنا هذا، يعني على قضيات هذا النوع. الأخ وزير رئيس الوزراء كتب مقال بالأمس إلى هنا ويكفي، يتحدث فيه حول يعني استياءه من الحملات التي تتحدث حول التعيينات، ويقول بأنه هم أصدروا هذه القرارات بغرض يعني انه يوفروا قدره لهؤلاء الاشخاص واسرهم على العيش، باعتبار انهم في خط المواجهه الاول. في الحقيقه يعني هناك شعب في خط المواجهه الاول، وهو ايضا يريد ان يعيش. هناك يعني الاف ومئات الالاف من الشباب والكوادر. رئيس الوزراء قصد نفسه في الموضوع عندما يقول الى هنا ويكفي، هو معين زوجته ربما واولاده، يعني ربما رواتبهم الشهريه تتعدى بحسب بعض النشطاء 45,000 دولار في الشهر تقريبا. طبعا انا اريد ان الفت عنايتك وعنايه الاخوه المشاهدين الى نقطه مهمه. ايضا هناك مبالغه يعني بحكم الحملات التي تشن، وهي للامانه ما يعني هناك يعني نستطيع ان نقول ان الحمله هذه 99% منها ناس فعلا لديهم مشكله مع المحسوبيه، ولكن 1% الذي اثارها هو يعني في ضمن المناكفات السياسيه داخل السلطه الشرعيه. هناك التسريب متبادل للمعلومات بحيث يتم يعني كل طرف يستهدف الطرف الاخر او يركز. لكن احمد في الاخير هناك وثائق، يعني وان تكون مناكفات بينهم لكن في النتيجه هناك وثائق وهم لا يستطيعون انكار ذلك. يا اخي سامي انا لا اتحدث عن الوثائق، انا اتحدث عن اسباب المبالغات باعتبارها ضمن حملات المناكفه، لكن الحقائق حقائق واضحه. يعني ما لا يستطيعوا مثلا ان يخفوا تعييناتهم لابنائهم او لاقاربهم باعتبار انهم ناس موجودين ضمن الهيكل الاداري في اجهزه الدوله، وموجودين في مناصب عليا يعني في مناصب رفيعه. وكلاء وزاره لن يستطيع ان يخفي تعيين ابنه وكيل وزاره، او يستطيع ان يخفي ابنه تعيينه ملحق او سفير، هذه ما صعبه. لكن طيب احنا نتكلم قد يقول البعض يا احمد يطرح مقترح، انت قلت ان ربما رئيس الوزراء ذكر في مقال انهم لجأوا الى هذه الخطوه حتى توفير بعض مصادر الرزق لبعض الناس الذين هم ضد مشروع الانقلاب وهم متواجدين في الخارج. قد يقول البعض بامكانهم عمل صندوق ضمان اجتماعي ربما لهؤلاء بدل اللجوء إلى هذه التعيينات في السلك الدبلوماسي وهذه المناصب وهم دون أي كفاءة وأي معايير ربما، ولا تنطبق عليهم ربما الشروط حتى. أصل صندوق الضمان الاجتماعي في الشعب اليمني كله بحاجة لصندوق ضمان اجتماعي. لا يعملوا لهم يعني نسوانهم أولادهم أقصد. لكن النقطة هي أنه يعني أنا ما فهمته من خلال المقال، ولا أريد أن نريد أن نسيء الظن بالناس، لكن ما فهمته هو يتحدث كأنه لا يمكن ان استخراج اي مبالغ مثلا ماليه لهؤلاء الناس الا من خلال توظيفهم، كانه التحالف لا يدفع الا لموظفي الحكومه.
ولكن في المقابل هذا انا اعتقد انه هذا يعني هذا من جهه ليس حلا ومن جهه هذا يسيء لنا ويسيء للحكومه الشرعيه ويسيء لهم كاشخاص وكوزارات. طيب احمد استغل وجودك معنا نتناقش في هذه النقطه بما انك تطرقت لموضوع التحالف وفق ما تفسيرك لما جاء في المقال. البعض ايضا يتفق مع هذه النقطه ان ربما للرواتب المغريه التي يدفعها التحالف ومن يعني من خلال اللجنه الخاصه كان ربما هذا دافع كبير لتوظيف ابنائهم ليحظوا بهذه الفرص وهذه الرواتب المغريه ربما. نعم هذا وايد. هناك طبعا استثمار لهذا الواقع واستثمار لحاله الحرب بحيث انه الناس يحصلوا على مرتبات مجزيه ويعني يبنوا انفسهم يعني يبنوا مستقبلهم الخاص الشخصي. لكن يعني انا اريد ان اركز على نقطه. ما دمنا نحن يعني في يعني شعبنا وعيه وثقافته والمجتمع والقوى السياسيه والناس والنخب المختلفه يعني لديها حس براغماتي طاغي يعني في تفكيرهم وتعاملهم. ما دمنا براغماتيين الى هذه الدرجه ولا نرى الحلول الا بهذا الشكل يعني يكفي ان يعينوا الوزير يعني بحيث انه يتحمل مسؤوليه اسرته. يعني مش شرط انه يخرج من الحكومه يعني وهو مرتاح ماليا او غني او كذا او قد يعني خلاص قد بيخرج معه شركه. مش شرط يعني يكفي ان يرتبوا وضعه كوزير وهو يتكفل باسرته وكذا. يكفي ان يعني يشوفوا فلان يشوفوا علان يشوفوا كذا يشوفوا ويعني يشوفوا الكوادر ينوعوا. لانه الان اصبح من المعيب انه نحن كنا في 2011 عندنا مشكله مع المحاصصه وكنا نقول بانه نريد انه الحق يصل للناس جميعا وكذا وكان في معنا زملاء ايضا ينتقدون المحاصصه. فجاه تحولوا هذول كلهم داخل الاجهزه الاداريه للدوله او في مواقع يعني ناس يدخلوا يعينوا بقرار هكذا يعني لا هم موظف ولا شيء ولا عنده مؤهل جامعي ولا يحسن ولا مؤهل ثانويه عامه حتى ويصدر له قرار مدير عام يعني من قبل ان يتوظف حتى. هذه الكارثه. اشكرك جزيلا احمد. الان يا استاذ بقينا نحلم بان يكون هناك محافظه حزبيه في الوظيفه العامه. اصبحت الان المحافظه شجليه واسريه وفرديه يعني هذا يعني شيء مخزي. بالاضافه الى ذلك هناك في نحن في المحافظات الان نتكلم هناك قرارات تعيين المخزي يعني ان ما اشعر انه محرج فعلا حقيقه يعني انه هؤلاء معينين بورق فقط لا غير ليس لهم مقرات ولا مكاتب ولا صلاحيات ولا وبعضهم على فكره ممكن ما يستلموش مرتبات تمام وليس لهم اي قدره على فعل اي شيء سوى انه اسمه مدير عام او اسمه وكيل وزاره او اسمه نائب وزير. بعدين يقول لك تنتهي الحرب ونعامل. اشكرك جزيلا احمد. وهذا هو الفساد يتطور ربما من حاله الى حاله وصلنا الى المحسوبيه العائليه والشلاليه والفساد. شكرا جزيلا لك. يرى العديد من المراقبين كما ذكرنا أن المشكلة ربما تتعلق أيضا بأداء التحالف العربي واللجنة الخاصة المسؤولة عن صرف مرتبات المسؤولين من موازنتها وارتفاع سقف الأجور ربما هو ما جعل المسؤولين يلجؤون لشتى الطرق لتسجيل أبنائهم في تلك الكشوفات. ففي الوقت الذي يتزاحم المسؤولون وأقاربهم في كشوفات اللجنة الخاصة لم يتم تسجيل أي حالات تعمل في الميدان خصوصا في طوابير الوكلاء ومدراء العموم الذين يقبعون إما في الرياض أو في القاهرة أو في عمان أو في اسطنبول أو في غيرها من العواصم ولا يقومون بممارسة أي وظيفة حقيقية. بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم معنا لدينا اتصال. الحارث أهلا بك الحارث. أهلا بك أخي سامي. صلى الله مساك حبيبي. حبيبي حياك. تعليقك على موضوع الحلقة وعلى حالة المحسوبية التعيينات في أجهزة الدولة وكيف يمكن مجابهة ومقاومة ما يحدث. هل ما زال بيد الناس من أداء وسيلة لممارسة رقابة أو وقف هذه المهزلة؟ يا سيدي العزيز التعيينات التي تقوم بها الحكومة الشرعية تخلي الشعب يفقد الأمل فيها وبإمكانية استعادتها للدولة وأنها أصلا غير جديرة بالمسؤولية وبالمرحلة هذه. يعني هؤلاء الناس قد تجاوزوا مرحلة أنهم يعني أنهم ناس ممكن واحد يوصفهم بأنهم ناس فاسدين. تجاوزوا هذه المرحلة الناس أصبحت يعني الوصف المناسب لهم أن الواحد يسميهم أنهم ناس قليلين الحياة أصلا يعني الناس في 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 وضع البلد في الوضع الاقتصادي المزري هذا كله والناس اللي مش لاقي مرتبات ومش لاقي وظائف ينولدوا هذا عين مش عارف من وهذا مش عارف من بسبب الفساد. طيب لكن قد يكون الخطا التعميم على كل مسؤوليه الشرعيه يعني ما رايك؟ ما هو المشكله انه الممارسه هذه تتم من الوزراء اللي هم اصلا كانوا محسوبين علينا في ثوره 2011 معظمهم يعني عاملين الوضع يعني ما ولا كانوا في عليهم رقابه ولا كانوا في حاجه، كل واحد راكن على حقها النشطاء وكل واحد راكن على حقها الاتباع اللي تبع حزبه علشان يدافعوا عليه في مرحله مثلا كشفه في اي حاجه ولا شيء.
طبعا الوزراء حقنا يعني اول ما واحد يطلع وزير لازم يخلي ولده مدير المكتب، علشان هو اللي لازم ايش اللي لازم يعني يأتمن على اوراق الفساد حقه اللي تخرج هذه كلها. بالنسبه للفساد هذا قد عدى على فكره المؤسسه المدنيه، حتى كما ذكرتم في التقرير انه كمان المؤسسه العسكريه يعني حتى انه تسيبت الاخيره بالقرار حق هذا ولد محارب المد الفارسي يعني رئيس الاركان الحارث. طيب فقدنا الاتصال بالحارث، اتصال اخر. ساره، اهلا ساره. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك ساره. تعليقك حول الموضوع. بدايه انا ارحب فيك وارحب بالقيس. تعليقي على الموضوع، للاسف ظاهره التعيينات على اساس المحسوبيه والقرابه تحولت الى سوق لدى الانقلابيين وحكومه شرعيه، حيث ان بعض الاطراف، ودعنا نسميها يا استاذ بكل صراحه وشفافيه، احزاب المشترك وقصة الإصلاح، بدلا من استعادة الدولة قاموا بتحويلها إلى غنيمة بطريقة مخالفة للقانون. مثلا عندنا بتعز، دعنا نروح يعني أحطك أمام الصورة، تم تعيين مدير مكتب وهو غير موظف أصلا، وإنها لم يتعين معه وكان متوقف مادتين وطريقة مخالفة للقانون، تعيين مدير مكان أسف يعني صراحة وشفاف، ليش نروح بعيد؟ طيب وسارة، في مشكلة في الاتصال، صوتك يقطع، لو تقفي في مكان التغطية تكون فيه أفضل. ألو، تفضلي. قلت لك للأسف التعيينات على أساس المحسوبية. الآن الصوت تمام؟ تمام. قلت لك للأسف ظاهرة التعيينات على أساس المحسوبية والقرابة تحولت إلى سلوك لدى الإنقلابيين وحكومة شرعية، حيث أن بعض الأطراف، ودعنا ما نسميها يا أستاذي بكل صراحة وشفافية، أحزاب المشترك وخاصة الإصلاح، بدل من استعادة الدولة قاموا بتحويلها إلى غنيمة. أنت ما شاء الله سارة بتعيدي نفس الكلام، يعني كأنه يبدو أنه مكتوب معك الكلام، لكن سارة لا مش عيد نفس الكلام، أعتقد التغطية مش كويسة. تمام. طيب إذا تناقشنا عن موضوع أين تكمن خطورة هذه التعيينات برأيك؟ بصراحة المحسوبية زادت بشكل كبير، والوسطة في تمن وموجود خاصة بتعز، قلت لك قد قلت لك سبق وقلت لك يعني دعنا لا نروح بعيد، خلينا تعز. اسمعك، تفضلي سارة اسمعك. فمثلا قلت لك عندنا بتعز تم تعيين مدير عام لمكتب الشباب والرياضة وهو متبقي في مادتين، يعني على اساس ايش تم تعيينه مدير لمكتب الشباب والرياضة؟ يعني طيب. المكتوبية باينة وضوح مثل الشمس. طيب اشكرك جزيلا سارة. اتصال اخر، راشد، اهلا بك راشد. على حياك الله الاخضر. راشد، تعليقك على حالة المحسوبية والتعيينات الحاصلة الآن في جهاز الدولة. والله أنا أعتبر يعني السبب الأول يعني شباب الثورة. في الأول يعني شباب الثورة كل حزب يعني بيبدأ الناشطين حق الإصلاح يطبل الإصلاح، الناصري يطبل الناصر، الاشتراكي يطبل الناصر، ما في انتقادات كل واحد لحزبه في البداية حتى ننتقدهم كانوا. لذلك نجد أبنة تعز، فزت أبنة تعز. بتعرف جامل من المؤتمر الشعبي العام. تسمع له؟ تسمعني؟ اسمعك. مثلا بتعرف جامل من المؤتمر الشعبي العام. يعني ماسكين محافظه، ماسكين برغم انه لا عندهم لا مؤهلات ولا حاجه، بينما شباب الثوره مؤهلات عندهم ولا مسك المناصب اللي مسكين. كان الحزب المشرع 21 نفر، الحزب الناصري بثلاثة. لا يعني ليس مرغوب موضوع التجريح في الكلام اخ راشد. طيب باعتقادك كيف يمكن التعامل مع هذه الظاهره من قبل المجتمع؟ على الشباب الثوره، اول ما على الشباب اللي بينشر الانتقاد، كل واحد ينتقد حزبه. انا اقول لك السبب الاول يعني انتقد الناشطين حق الاصلاح يطبل يعني يرفض يعني
اسلوب الحق الاصلاحي الناصر يرفض ما عن كل واحد ينتقد الحزب الثاني. طيب خطورة التعيينات هذه باعتقادك أين تكمن؟ والله خطورة تكمن على الشعب على المواطن أولا في المواطن يعني ناس ضحايا بالآلاف في المدينة في ناس تستلم يعني مدير المكتب المخلافي يستلم 9000 دولار تقريبا حسب ما قرأت التواصل الاجتماعي هذا السبب. طيب ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي لأي حد هو مصدق عندك؟ تتعامل معه كحقيقة؟ أنا أعتمد على كلام يعني جميع التواصل الاجتماعي لذلك لو مشيت مع الإصلاح تجد نفس طب الإصلاح ما تصدقهم كامل. تمام فأنت يعني تتابع. طيب شكرا جزيلا لك راشد. شكرا لك أحمد من مأرب. أهلا أحمد. أحمد أهلا وسهلا. أحمد طيب اتصال آخر. أذكر فقط بإمكانية المشاركة والتفاعل أيضا من خلال البث المباشر على الفيسبوك. لدينا بعض التعليقات. الأخ شعيب يقول الشيء شارك بكلمة ممكن تكتب يا شعيب وأنا سأقرأها من خلال التعليقات على البث المباشر. طيب الأخ عيسى يريد أن يشارك أيضا بإمكانك تكتب تعليق أو تتصل على أرقامه موجودة وظاهرة عندك. الأخ ناجي الحجاجي يقول فساد الشرعية هو سبب بقاء الانقلاب وجهة نظر يتفق معها البعض. الأخ محمد يقول تدوير فاسدي عفاش لخبراتهم. الأخ يحيى إبراهيم يقول الله يعين الفقراء والمساكين على تحمل مشاقهم من الذين أتعبوهم في منايهم. الأخ راشد يقول من آمن العقوبات أساء الأدب. كنا نشكي من علي صالح وأقاربه وقامت الثورة ونقلناها إلى أولاد الأحمر جاء الانقلاب ونقلها إلى الحوثيين جاءت الشرعية الذي كنا نأمل فيها وصاروا في المرتبة الأولى في تعيينة الأقارب شباب الثورة لهم الله الوطنية. طيب من التعليقات توفيق أبو راكان يقول جميع الدول تقلل النفقات والبعثات الدبلوماسية والمخلافي يفتح عدد من التعيينات التي لم تكن موجودة أيضا وجهة نظر يتفق معها البعض. اتصال. طيب نذهب لمشاركة بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. مساء الخير على المشاهدين جميعا. طبعا بخصوص التعيينة التي تمت في من قبل الحكومة الشرعية العائلية للأسف خذلتنا جميعا طبعا في مرحلة حساسة كان مفترض أن تكون أداها مختلف وما يتواكب مع المرحلة. طبعا التعيينات في تعيينات سلطة محلية كل جماعة أو طرف معين يقوم بتعيينات حسب من دون أي معايير من دون أي مهنية كل طرف مسيطر على الأرض. في تعيينات خارجية طبعا في سباق الخارجية هذا سباق كبير تشترك فيه أكثر من وزارة. في تعيينات المؤسسة العسكرية أكبر تعيينات موضوع بالفساد طبعا حوالي 400,000 شخص جندي وضابط مسجل بالقوات المسلحة بينما الحقيقي لا يتجاوز 150,000. أنا برأيي إذا أنصح الجميع يعني أخوان الشباب إنه إذا نحب إحنا نركز على الفساد يجب أن نكون ألا نكون انتقائيين يعني يجب أن نأخذ يعني لو لاحظنا كل التعيينات السابقة هناك أشخاص لا يستحقوا أن يكونوا لا يستحقوا أي منصب صراحة لا مؤهلات لا كفاءات مع هذا لم يتم التطرق إليهم إطلاقا. نتمنى أن نكون الفساد من دون انتقائية أي فساد ننتقده من دون أي حزبية من دون أي انتقادية لأنه لما إحنا ننتقي انتقاء هذا يعطيهم فرصة أكثر ممارسة الفساد. تحياتي للجميع. بالنسبة للتعاينة التي تدوم في حكومة الشرعية من المفترض أن الحكومة الشرعية حكومة إنقاذ لإخراج البلد من هذا الوضع الذي إحنا فيه وهم يقوموا بتعيينات أسرية تخدم مصالحهم وتخدم طرفي الإنقلاب. الناس مؤمن عليهم هم بيقدموا يعني بيخدموا أنفسهم ويخدموا الإنقلاب بيظهروا فيه بمظهر الفاسد أكثر من فساد حكومة الإنقلاب وهذا معيب جدا وضرب آمال الناس الذي وضعوه في الشرعية وفي حكومة الشرعية. تابعنا هذه التعليقات من خلال واتساب حول الموضوع. لدينا اتصال. الأخ نايف أهلا بك نايف. أخ نايف أبو حاتم من المملكة العربية السعودية أهلا بك أبو حاتم. أسعد الله مساك أخي الكريم ومسي على المشاهدين والمشاهدات بكل خير. شكرا لك. تعليقك حول الموضوع.
أخي الكريم، على يعني اسمح لي، على قولة أخواننا السوريين خليني أفش قلبي مما يحصل ومن الأشياء التي نعانيها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجل حتى يحضر الزكاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم وهذا أهدي لي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا جلس أحدكم في بيت أبيه أو بيت أمه حتى يأتيه ما يهدى له. فلو كان أبناء هؤلاء المسؤولين وبناتهم وزوجاتهم، وصدقني أخي الكريم لو عندهم شغالات وخدامات في البيوت كانوا الحين في مراتب عليا في الدولة، ونحن والشعب المسكين والكوادر اليمنية والذين يعني تعبوا في التعليم وتعلموا ودرسوا لا يجدون وظيفة يعولون فيها أبنائهم. تصدق اتوقع منهم انه الشغالات واللي يشتغلوا معهم ممكن موظفين، الله اعلم يعني، اتوقع منهم اي شيء. وحتى لو ما كانوا موظفين يمكن يستلمون لهم رواتب. اخي الكريم، نحن ما قامت ثورة الشباب الا ضد الفساد، ثم تتحطم امال اليمنيين مرة اخرى لقيام دولة فساد اخرى. دولة الفساد، الفساد ينخر في دولة الشرعية من رأس الهرم إلى أخمص القدم، من كبيرهم إلى صغيرهم. ما الذي سمح لأي وزير أن يعين ابنه وفي الوطن من هو أكفأ منه والوطن أفضل منه؟ أخي الكريم، ما يحدث في الوطن الآن ينزله الجبين عندما ننظر إلى الكوادر اليمنية، عندما ننظر إلى الدكاترة، عندما ننظر إلى المهندسين، إلى البروفيسورات، وهم يهاجرون الوطن حتى يبنوا أوطان أخرى، ثم يهملون ويتركون أوطانهم ينهشها الفساد. نحن عندما قامت ثورة الفساد كلنا أمل أن تكون لنا دولة آمنة، أن تكون لنا دولة تعطي كل ذي حق حقه، أن تساوي بين الذي يستطيع والذي لا يستطيع، أن تساوي بين المواطنين. ثم نتفاجأ مرة أخرى أخي الكريم أن يأتي الفساد مرة أخرى ويعود الفساد مرة أخرى. لو نعلم أخي الكريم أن سيعود الفساد أشد من الماضي لبقينا على الدولة الأولى. أقل شيء الدولة الأولى كانت شبعانة وكنا في يعني وكان فيها نوعا من أمن. الآن لم يحصل لنا شيئا من الماضي ولا من الحاضر. طيب الفساد الذي نعني أيها أخي الكريم ليس الفساد المقصود به على طيب هذه التعيينات الآن القائمة على أساس معايير الشلالية والمحسوبية العائلية، أين تكمن خطورتها برأيك؟ أخي الكريم، عندما تكون التعيينات لهذا الشيء هم الآن يهدمون وطن ولهم وهم لا يعرفون. عندما تكون التعيينات هذه على حساب القرابة وعلى حساب العائلة وعلى حساب المحسوبية وعلى حساب، هم الآن يهدمون الوطن. ما دام بهذا الدكتور الذي درس والذي تعلم والذي تخرج والذي اجتهد والذي انحنى ظهره في طلب العلم وفي أحضان العلم حتى ينفع بلده، ثم يأتي رجل لا يفقه شيئا وليس عنده من الكفاءة شيء إلا أن والده وزير أو أن قريبه وزير أو أن عمه وزير، ثم تتحطم آمال هذا. هم الآن يهدمون الوطن من حيث لا يشعرون، ولن يتقدم الوطن ولا تتقدم الشرعية ولن يعود لنا وطن ما دام الفساد ينخر في صفوف الشرعية. طيب ما زال هناك أمل تعتقد لإصلاح الوضع؟ الأمل أخي الكريم في الأمل في الشعب، الأمل في أبناء الوطن، الأمل في أن يكون لنا صوت واحد، أن نطالب وأن نناشد المسؤولين من الرئيس إلى الوزير إلى أصغر فرد في حكومة الشرعية أن يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب المسكين. مرت العام تلو العام عشرات الأعوام بل مئات الأعوام وهذا الشعب المسكين ينتظر لحظة أمل وينتظر لحظة سعادة. أخي الكريم، أنا أستغرب عندما أدخل بعض السفارات فأجد الموظفين في السفارات يعني أكثر من أبناء البلد غير اليمنيين. أشكرك جزيلا أبو حاتم، شكرا جزيلا لك، أشكرك على هذه المشاركة معنا، ومضطر لمقاطعتك، لدينا اتصالات أخرى حتى نتيح الفرصة لأكبر كم من المشاهدين. نتابع بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال الفيسبوك حول الموضوع. الأخ رامز يقول على شباب ثورة فبراير ومن يصطفون وراء الشرعية أن يرفعوا صوتهم عاليا ويرفضوا التعيينات الأسرية والبعيدة عن المعايير المتفق عليها لشغل الوظيفة العامة وفي مقدمتها التخصص والكفاءة والنزاهة، علينا أن نرفضها سواء كانت من وزراء ومسؤول ناصري أو الإصلاح أو المؤتمر أو الاشتراكي أو أي كان من القوى الداعمة للشرعية. الفاسد لا لون له ولا حزب. الأخ توفيق يقول أعتقد أغلب الشعب كذلك، نحن بحاجة إلى مصنع يصنع رجال وطنيين، رجال دولة مدنية يكون ضد الفساد ضد الطغاة، أما من تربوا على يد عفاش لا خير فيهم من أي حزب كانوا. أنوار يقول هذه التعيينات بالظاهر وما خفيه كان أعظم.
لالحقهم خير. أبو مراد يقول وزراء الشرعية يراضون أنفسهم بالمناصب لهم وأولادهم بناتهم وأقاربهم، أما المعايير الخاصة بشغل الوظيفة العامة فليس ذلك بقاموسهم، فقل لك حكومة شرعية مصبيان. الأخ أمين يقول ما نريده هو قيام حركة تصحيحية في الدولة الشرعية كي تضم هذه الحركة وتضمن تشفيف منابع الفساد في السلك العسكري والمدني وإبعاد حكم الفرد والعائلة من الدولة أين كانت مناصبهم. لدينا اتصال سياف، أهلا بك أخ سياف. أهلا بك أخ سامي. أخ سياف تعليقك حول الموضوع. سامي أنا ما تابعت الحلقة من بدايتها بس أكيد هو موضوعنا عن حالة المحسوبية الحاصلة الآن في التعيينات في أجهزة الدولة. نعم وجهة نظري في الموضوع أنه أنا متفائل جدا بهذا الحراك الشعبي أو هذا الحراك الإعلامي، دليل على وعي الناس، واعتبرها ثمره من ثمار فبراير، لان الرقابه يعني الرقابه على الحكومه والمسؤولين في هذا الوقت بالذات رغم انها يعني تؤثر يعني نوعا ما، لكنها في الحقيقه يعني مهما كانت المعوقات او الاشكاليات تظل يعني تصحيح للوضع. لكن البعض قد يعتقد انها لا تؤثر، لو كانت تؤثر كانت هناك حملات سابقه في الاشهر الماضيه لكانت توقفت هذه الممارسات، لكن للاسف تزيد. بالعكس هي مؤثرة جدا، والدليل على ذلك استجابة بعض المسؤولين أو بعض رموز الدولة. أحمد عطية يعني وزير الأوقاف والإرشاد لغى قرار تعيين ابنه فقط، الباقي لم نسمع بأي إجراءات أو تراجع عن أي قرارات. بس بالأمس يعني كان في تصريح لرئيس الوزراء حول الموضوع وطالب وزارة المالية بنشر الكشوفات، وهذا دليل على أن الحراك الشعبي الآن والرقابة يعني مؤثرة وفي الاتجاه الصحيح. يبدأ رئيس الوزراء يقيل زوجته وأبنائه من ثم يمكن الناس أن يستمعوا لكلامه، ما رأيك بهذا الطرح؟ أنا من وجهة نظري أنه خصوصا يعني في المشاكل أو التهم الموجهة لرموز الدولة بالذات على كل النشطاء والصحفيين والمهتمين يعني تحري الدقة القصوى في متابعة الأمر هذا، ويعني ولا حصانة ولا قداسة ولا أفضلية لأي مسؤول أيا كان، لكن ينبغي أن نحرص على الشفافية وعلى دقة المعلومات. أكيد. طيب خطورة هذه التعيينات برأيك سياف، هل لها خطورة؟ إذا كانت كاعتمادها كمعيار للتوظيف يعني بناء على القرابة، إذا كان والمعلومات التي نبحث عنها والفساد الذي نحاربه صحيح والمعلومات ومصادر دقيقة لا مشكلة، حتى وإن حدثت بعض الأخطاء أو استغلها بعض الأطراف وخصوصا الطرف الانقلاب، لكنها في حقيقة الأمر هي في النهاية ستؤسس دولة صحيحة ومستقبل صحيح وحكومة يثق بها الشعب فلا مشكلة. طيب شكرا جزيلا لك أخ سياف. الأخ محمد الحكيم من تعز، أهلا محمد. أهلا سامي سامي. أهلا محمد، تعليقك ومشاركتك في الموضوع تفضل. والله بالنسبة للقرارات المخالفة والتعيينات والمحسوبية في التعيينات هي ظاهرة تكررت منذ الانقلاب على الشرعية بسوريا، وهي ظاهرة تتكرر أيضا لدى الانقلابيين وتتكرر في الشرعية، وهذه التعيينات تقوم بتجاوز الصلاحيات والوصول الإدارية والتنظيمية وتربية المحاولات الجادة الرامية لتفعيل مؤسسات الدولة بصورة صحيحة، وتشتت العمل الإداري والمؤسسي الحقيقي. طيب كيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة برأيك؟ أرى أن تلغى كافة القرارات التي تأتي بشكل غير مسؤول، فهذه القرارات التي لا تبنى على معيار الكفاءة والمؤهلات لا يجب الالتفات إليها، ويجب أن تتحلى السلطات المسؤولية الحقيقية والقائمين على إصدار هذه القرارات بأن يعرفوا أن المسؤولية لابد أن تكون وفقا للقانون ولا تأتي ب المجاملة والمحسوبية، وهذا هو الذي يريده المواطن، لأننا سئمنا وتأتنا في القرارات التي تؤثر على الشارع التي لا يستفيد منها الشارع فقط، يستفيد منها الخاص وتضر المجتمع.
شكرا لك محمد. لدينا اتصال من دمار الاخ منير. اهلا منير. حياك سامي، كيف حالك؟ حياك اخي منير من دمار، تعليقك حول الموضوع. مبدئيا يجب ان نتعرف ونفهم هذا الموضوع بشكل من حيث ماهيته علميا، وكيف ينبغي ان نناقش بحيث يكون نقاشا ذو فائده. لو عدنا ورجعنا في الادبيات العلميه حتى اللي تناولها باحثون هذا الموضوع، سنجد ان تعيين الاجار في مؤسسات الدوله يعني به ويتعارف عليه لدى الباحثين والمتخصصين بانه مصطلح الوساطه والمحسوبيه، وهذه الاخيره تعرف بانها احد اهم مخاطر التنظيميه التي تضعف وتدمر المؤسسه، وتظهر فيها بمستوى كبير اكثر مما يتصورها الملاحظ العادي. فالوساطه والمحسوبيه كلما تغلغلت في اي مؤسسه اداريه هي بالضرورة تفقد آثار ومخاطر بعيدة المدى، تتجلى في تعثر المؤسسة عن تحقيق أهدافها وعن النمو والتطور. يعرف الوساطة والمحسوبية بأنها أحد أخطر مظاهر الفساد الإداري الذي يهدم المؤسسات ويحولها إلى في بيئتها العملية لا أشبه بأسواق شعبية، بل وموظفيها يبدو يشتغلوا كنخاسين لأنه لاحظوا أن لا قيمة ولا فائدة للإنتاج والشهادة العلمية أو التأهل. طبعا القضية ينبغي أن تناقش من أربعة محاور. ماذا تعني هذا القضية كظاهرة مؤسساتية في منظور الرأي العام كرقابة اجتماعية؟ ما الآثار والمخاطر التي تحققها؟ ما الأسباب والعمل التي أدتها؟ كيف أو ما الرؤية الاجتماعية لحل هذه الظاهرة؟ طيب إذا ناقشناها من مدخل النظرة الاجتماعية لهذه الظاهرة الحاصلة الآن، إلى أي حد هذا يؤثر على موقف الناس من الشرعية؟ إلى أي حد هو يضعف موقف الشرعية ما يحدث؟ طبعا الناس لما يتابعوا هذا الظاهرة في مؤسسات الدولة والشرعية الذي يأملون فيها العودة إلى البلد يعني تتبادر إلى أذهانهم عدة معاني، منها أنه المسؤول الذي يقف خلفها باعتبارها فوق المؤسسات يضغط على قيادتها بصوت حد أدوات الضغط الذاتي، إنما هو ليس رجل دولة ولا صاحب ضمير ومسؤولية أخلاقية أمام وطنه وشعبه. يعني ذلك أنه ينظر إلى المؤسسة الحكومية مجرد إدقاعات مفتوحة أمامه وليس لها من وظيفة وقاية غير إنها ممكنة لاستقلالها الخاص في استيعاب إرادته وظيفيا، وهذا ينافي كل قيم وأخلاق رجل الدولة ويضع في حكم الإقطاعي والاستقلالي المتفيد، ولا يمكن أن يخدم بلده ووطنه. ومن ناحية أخرى القيادة أو مدير أو رئيس المؤسسة هذا عندما يتقبل مثل هذه الإملاءات والضغوطات المنافية لأخلاقيات العمل إنما هو خائن وضعيف شخصية ولا يهمه غير الحفاظ على منصبه أعتقد. أما المؤسسة فتذهب سدى طالما المؤسسية تذهب سدى طالما أنه لن تتهدد مصلحته ما عليه من أي تدخله ولن يهمه هذا الأمر. أشكرك جزيلا منير. هناك معنى أهم يتبادر إلى أذهان الناس وينبغي أن ندركه، وهو أن هؤلاء المسؤولين ومن يمررون سياساتهم في التوظيف والتعيين على مناصب المناصب في مؤسسات الدولة إنهم لا فرق بينهم وبين الحاكم الملكي والطائفي. إذا كانت السلالة أخي سامي تتم أو السلالية عبر الأجهزة التناسلية تتم وهي معيار التعيين والتمكين الوظيفي، فهي في معيارتها لا تختلف عن معيارية هؤلاء. إذا ما الفرق بين الطائفية؟ صحيح. أشكرك جزيلا منير، تبقى لدينا دقيقة أختم بها مع الأخ إبراهيم من السعودية. أهلا بك أخي إبراهيم، تعليقك حول الموضوع. إبراهيم، طيب شكرا لإبراهيم. كنت أريد أن أقرأ بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال البث المباشر لكن انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا للتفاعل مع هذا الموضوع. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج في أمان الله.